استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في تعاملات وتحركات السوق السوداء، وتقارير عن معاناة الموظفين الشهرية مع الصرافات الآلية، واستقرار أسعار الذهب في سوريا على خلفية استقرار سعر الأونص عالميا. هذه عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم يا رب العالمين من كل شر. يلا بينا نبدأ، أهلا بيكم. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، ليتحرك الدولار في السوق السوداء بين مستويات 14700 ليرة إلى 15550 ليرة، وهي الأسعار التي انتهت عندها تعاملات أمس. ووفقا للأسعار المعلنة في السوق السوداء فإن المئة دولار هتساوي 1,470,000 ليرة. وفي نشرة السوق الرسمية حدد مصرف سوريا المركزي سعر دولار في نشرة المصارف والصرافة عند 13668 ليرة، وفي نشرة البنوك عند 12500 ليرة. وتشهد العملة الوطنية السورية حالة من الاستقرار والثبات منذ أكثر من شهرين تقريبا. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، تحدثت تقارير عن معاناة الموظفين الشهرية مع الصرافات الآلية. وفي التفاصيل، قالت تقارير اقتصادية أن العثور على صراف آلي مليء بالنقود أصبح بمنزلة الفوز بالجائزة الكبرى بالنسبة للموظف السوري هذه الأيام، حتى أن المتقاعدين يفترشون الشوارع في صباح الباكر منتظرين بفارغ الصبر على أمل أن يفتح لهم أحد الصرافات باب الخير، ليكتشفوا بعد صراع طويل أن الصراف مفلس. ومن جانبه قال الدكتور مجدي الجاموس الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فرع درعة إن سياسة حبس السيولة هي سياسة مرحلية تم تبنيها لمعالجة العجز في فترة معينة، ولكنها لا تصلح كسياسة دائمة على المدى الطويل، لأنها تعالج العجز بشكل مؤقت من دون حل جذري. فسياسة حبس السيولة والاحتفاظ بالأموال المجمدة في البنوك تقلل من فرص الاستثمار، مما يؤدي إلى تراكم الأزمات المالية. وأكد أن الحل بدعم الإنتاج، وأن عدم إعطاء الحرية للقطاع المصرفي لمزاولة نشاطه الحقيقي سيؤثر سلبا في المساهمة في خلق الإنتاج، لأن القطاع المالي يلعب دورا كبيرا في منح القروض للمستثمرين للقيام بعمليات إنتاجية. وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها الموظفين في الحصول على رواتبهم تعود إلى تصرفات فردية، بالإضافة إلى البيئة الفاسدة ونقص الكوادر في كل المجالات. وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في عملية النهوض بالاقتصاد، وشدد على أهمية تجاوز البحث عن مبررات للعجز والفشل في إدارة القطاع المالي الذي يعتبر أساس للنهوض بالاقتصاد. وأكد أنه لا يوجد قانون يمنع الموظف من الحصول على راتبه كاملا، لكن هناك غياب الرقابة على عمل المصارف على الرغم من توافر السيولة النقدية. وفي النهاية فإن معاناة المواطن مع الصرافات الآلية هي صورة مصغرة من المعاناة اليومية التي يتحملها مع كل شيء. ورغم كل ما يتحمله المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية اليوم السبت، فهي الأسعار التي انتهت بها تعاملات أمس، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وفي حمص أسعار تتراوح ما بين 14700 ليرة إلى 14850 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار مستويات 15300 ليرة إلى 15550 ليرة. وبالنسبة لأسعار العملات أمام الليرة السورية، فقد تباينت
حيث سجل اليورو 16346 ليرة للبيع و16231 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 435 ليرة للبيع و430 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3936 ليرة للبيع و3906 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 48296 ليرة للبيع و47943 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 304 ليرة للبيع و300 ليرة للشراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و198 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و101 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و52 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 902 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2510 دولار فاصل 41 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و362 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 565 دولار فاصل 3 سنت، وسجلت أونصة الفضة 425403 ليرة سورية اللي بتساوي 28 دولار فاصل 74 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 13678 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الذهب والدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها وتحركاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.